محمود حاشي عبدي وزير كهرباء وزارة مدحتوية أو هلكن ورباهين تقول هذا الله وحول شيء إن أنا كقيب قلي نشروينا حسب جهية ثلاثة سمال الآن كل مية أو هرو شعيي إن أدون يوتشجد قدوميها وحنا إذا ما كل دون وشيري مدحوينها سمال الآن موسى بيحي عبدي خد بدأ وشيري محمود حاشي عبدي أو لما يستران أي واحد هاي صدقتن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي ما مهدله كذب وحنش علينا هالكيدين كم هاد عليو بهذا أمور باهنتا ساك أنا إسوكي يري وشدد وقوي نوحي هايد إن أن كفل عليو أما عبر أركتيدا إذا كسابسن شروينا حسبك شروينا أفراد حسبك كل مية بريهم بالهذا الحي سيدان هراء والباهين توقوش يا جاي وحن نشر حواها تشجد قدومية حسبك كل مية وحن نعطينا يا تاجر يا شيدا تاجر يا شا حسبك كل مية شعب وينا سومالي لان إن أنا كنت تناسلين أن هنكيجي وحن لي مدة أفرين دم عيجينا وهالكيسي سروينها لقب قابين أيوه أفراد يحسب كل مية أما دحوين موسى أم وجعابي جد قبان قابو سكون عندنا كلا تلاجرين وح وراقه وأنا قد بستي مشرتو أو كل سبب سلم شرح لي مضيت سببته أقوى إني وحوية شركاس وحنو أركا إنه يهمدو أفتوبا مدحوين موسى بيه عبدي وما أركو مدال حرعة والله قد ترقلين لقد ترتمن أما سيسيمان الله قل الله مكرو حسيه شيء وعمل يا مناسبة لغو دوران أو ينن دوران مركا نكال دوران يا ومدحوينه وقدومي حسبك سجا شركة شر قرينية سجا إرجال صاحلة يا سجا جودة مجا قابضة مجا عاوية دولة دي سيو وسيرة دي سيو حدافيري هذه بايمانية مركا سوّر كولية واقع إهرنتاي مركو كاية وحنقو عن صدي إن أنا كقريب جلين كده حلو ولا من كنا مد نقون كنا نق كنا مد نقون ملحيس مرخاتي يكو كمش حرة ذي مد مدحوين موسى بيح عبدي وعقته وصار يحس بيجا كل مياه لبعض عقله وكل سن كل تاني سينما يكلي تعسي وحكدي وي حس بيجا كل مياه توبتي وكسع عن مالي كل سنيد تلو داجا يسو تناسلك ترى لها يتوفيق له وحا مبادئ تيرر كحسبك كل مئة وقها وحا مدحوين موسى يمام الكيس كوب الدلين هل كدقيو آن داف سيسنين لوما باهنا هبل حيس كتغو سيدان نبقى لي معركيسين محوها إيو لو تشوشين ماي يوحي لامده مدحوين موسى وحو كطلاب صدي سي بريدنا سعدنا وبريي حيركي حسبيغا حيركي يهب دقنكي حسبيغا كل مية كل صاب سنة مدحوين الله دورتي ينو برنية شكادة قدومية حسبيغا كل مية حسبيغا كل مية
وحزبك كليا أي شيء لبا قدومية يا لبا مدحويني مدحوين أحمد سيلاي مركي ونقضي مشر مدحوان مدحوان مدحوين جمهورية الصومالي الآن لبدي كوني طبانكي وحب أن يتشجدي قدومية حزبك كلمية أرين ويسكتش على عضي مدحوين السيلاي وكلي كوما موسى موسى معهين أرين موسى بيحي حوقي حالت أحمد سيلان يوك حقا قاضي حسبي قانا معهين وحيد إسفهم يو حير رير كل مية أي قارين أي حيد حير كي نوعا ها مدحوين موسى ما انت وح حسبي قانا تكوها يسوق مدحوينا صدح سنضوط أو أي كلمة انت وحيري مددا انت هالاقنا بادي بو كوها مدحوينه ان سومالو حتى ما انا كوغو راغت يداداد مودا ماركي او صدح مدح لا غلينا هانتي ولي هي بو قات ماركا خيركي يا حبدقنكي كلميه او تشيديسنا سلاسو بوري waxa jiray in loo oran jiray weelwaal oo oday u ahaa beesha bartire inkasi oo aan ku ahaa danaysi iyo damac iyo ficiltan iyo feejignaan meelo badan bay madaxweynaheena iska shabihi jireen dhaqan ahaan dabadeedna nimankii bartire ayaa shiray wax la wariyareen miyeynu maalin walba dee u dul qaadan kara ninku waa nin inala siman waa se inoo oday inuu labacad keligii isku qaato la geeyo sararta inuu keligii maalin walba qaato wiilwaal miyeynu dee ka yeelaa maya baa la yidhi debi waaya rag u qaybino saddex nin baa loo qaybiyo waxay saddexdii ragga ugu sitay way qaybsadeen hadalkii waxay yidhaahdeen kahore wuxuu odhanayaa wiilwaal buu ku yidhi kii labaadna wuxuu yidhi labada cad kii saddexaad ee ahayd inuu iskuma heshiin buu hootadii qaata nin fiijigana markuu sidaa u qaatay buu yidhi mid kale ku darso cad kale de waa baridii mid kalena ku darso waxaan leeyahay hadday madaxweynaha ragga qaarkii ku yidhaahdeen labada cad isku hayso muusow waxaan ku leeyahay labada cad iskuma heshiin xisbigu waa kii xilkuna waa kii xeerkuna waa kii shalay adiga ku xaqsiiyey wuxuu yidhi saayid qamaan waxaan ma soo aabaha iyo magan ka soo gaadhay rag waxaan ku maamuli aqaana ma ku maamuusi maso inaanu nahay oo tolliman meerto noo tahay xisbiga kulmiye wuxuu soo maray loolana adag oo dhexdiisa ah muddadii uu gaar ahaan dowladnimada qabtay toddobadii sano sababaha ugu waaweyn ee uu kaga badbaaday duruufihii iyo damacyadii ragga qoodhii badnayd ee iyo qoorweyntii ku loolamaysay waxaa saldhig u ahaa wuxuu lahaa mustanbeed iyo marjac adag oo ahaa madaxweynihii qaranka axmed siilaanyo oo aan ahayn guddoomiyaha xisbiga meesha lagu tartamayana waxay ahayd guddoomiyaha xisbiga iyo musharaxa axmed siilaanyo xigaya wuxuu kulmiya kaga badbaaday ninka wax doonaya ee siidhiga haya ee haddana ordaya ayaan dee gacanta hal nin ugumay wada jirin waxaas axmed siilaanyo wuxuu ahaa madaxweynihii qaranka raggiisiina isaga isu celcelinayay ama mid ha tanaasuliyo ama mid ha la faqo ama mid ha ka maslaxamid ama haba tartameen sidaasuu kulmiyo ku badbaaday ku soo badbaaday waxaa intaa dheer xukuumaddii kulmiyo way guulaysatay waxqabad badan bay xaqiijisay waxaa sabab u ahaa waxay u gacan baxday howlihii qaranka ayay u gacan baxday xisbigiina hoggaan gaara
يا هالدور قارة شوقي أو أقعد بحسنا ما ملكيس لبقى معود بان كوكلا ودني واحد أو إسقارنا يا أو إسعاونا يا أو إستاجيري ما أنت وحموقتها إن حال قاعد وحبا يسقط هجاء ملحوين موسى يحكم الدين سنك أي وحبا يجو أي هرمك قرنك يحوله أتكاء هفيه حفلي أي كذا مشغولين حلو در جوين حسبي هب الله شوابه هب الله يقو حلقسا وحي أردم الساسة نقدي هنكم قال مرك قار كذي يقاله خلاصاري دا إسكوم هين تل لينوقاتي ورجان كسر ورج عن حرك يهبلكن كي حسبه إيش كلا لنا يا ورج واقع تفر يوي رجاسي sidoo kale madaxweyne muuse wuxuu sabadheer uga baxay balamihii iyo heshiisadii siyaasadeed ee uu la galay waayeelka iyo wax garadka taageerayaasha xisbiga kulmiye doorashadii ka hor meel fagaara ilyarto isqabatay uu ku balan qaaday inuu markuu haduu jagada madaxweynaha ku guuleysto uu wareejin doono kursiga taana وكبح هديو مدحوين موسى ويقانو حريف نمو يحيني عدان بين لشيغو يبالمها سياسة ديض او لقبحو وحان لايه هاي وقام ياشا وناك سني وحاو يقانان هبلغن كاس لقو حموين يدي مشا سياسة ديض ولكن لدينا ونسر تشرشل رئيس الوزراء الانجليزي كانت تقال كلا بعد اياها الكوديك بولي يعانا in war you can be killed once but in politics you can many times تقال كمر بالغو دين تابو يلي سياسة دسي مر بدن بالغو دين تابو وها انتا دير ضد مسلمة بيننا وإلهي سبحانه وتعالى رميي إلهي سبحانه وتعالى مركو لحظة يددك إلهي رميينا وها أو سورة المائدة كليها يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود كوي إيمانك لقاه لي إلهي رميييو بلمها أوفي عقشان بلمها يا عهد يدا سياسته وي وك أدقيهن بلن لبقف كشيء وحنا نكهد ليا ما هم موسى بيحي بدحوين موسى محمود حاشوب بلن قري وأنا جو حلي بلن قاضي ما وهو كوين وهب دقن يا بلن يا عهد يهشي سياسة وحنا جار مير إيا لا أما أن كنت دوا ذي لي أنا جارو إياها ما تشرو رجعن كمدها قرد يا قروين تقول مي الله لم يتوان ثم كمدها waxaan se ka hadlaya si guud baan u hadlaya rasuulku kaleey salaatu salaamu wuxuu yiri al muslimuuna ala shuruutihim dadka muslimiinta ah waxa u xeeray waxay ku heshiyaan waxaan leey hal aad nin ku baratay maxuma aan soomaalidu waxay ku mahmaada nin ku siray kuma dilin بل سوى كودي الحوين موسى هدو بلامها يا عهدية السياسة السيدة فدودو قسيبتو وحي سويدين لي سيدة الله رميسا سيدو آمسيين مرة بعد الله رميسا كرو وحي سياب لي هقامي عن قول يقر شعط الهين وحي وينو سويدين لي توسط إيه تبالا أحس بيقى كلمية كوهب سدي كما أكا إنتا قرع إما دحوين موسى يمام الكيسو وحي قيبيان حس بيقى كلمية إيه تن إيه عرب مدن مديسو سببتي إنو كورسي دالك أوسر ريو مان تفرديو سال الله سارو
حزبك كلمية وها حزبي بلارن دكانة بدن تاجر كله حلفوين بدن ككابن حفظ يحكم بدن الجشي إسكحين تودا عن إسكايمان إسكا سول قوين مال كريقة تنوين لكن لقى شقي والله قط طبعي ما أنا أهم الحوين وموسى ككل يكو طبعي والله قط تعبدنا حرك فربنا بقى قط تعبدنا بقى قط تعبدنا حزبنا رجل نوع ضد كي نوع ها ملحوين موسى إمام الكيسو مركي أي حلك قبتين با ويقيبية وهاي كدجين وحلا يأكل ميه هراء يأكل مياه دمبي هل من يريد أن مقشه أي دقيين لكل أسبوع رجع سو ساري قربان كل مياه بينه أولين موسى الله شقيه ما أنت كان يرياش هو قربان هبينه سو ديب شيرين قال سو شقيه وشره وهاي بحيين كل مياه عصب يكواري تدكي سهل جميع أن حلال كي حكومة دا كقريب جرين وحلو بحية كل مية هراء أول فاشين كها يظل قف أنا يو تدكي نوعها مدحوين موسى فرشح حكومة أها يسقوا فارن تدد كيسة يحترام كفكرة ده كردن كها بل سووح فرشح حن كويه هاي فعلتن كها يكلف فوقين تدكيس وحا هالكوديك هالكوديك بقى شير الله يلا دو تو ثينجز تو ثينجز ديفاين يو لبا ايا كو شيغا او كاغم او كو كامر خاتيكا Your patience is when you have nothing. Dulqaad kaagu wuxuu markhaati ka noqdaa markaanad waxba hayn. Your attitude when you have everything. Dabeecadahaaga iyo dareemadaaduna waxay ka markhaati kacaan markaad wax hayso. Markuu ninku hoggaamiyaha yahay habdhaqankiisu dad wuxuu muujinayaa markaa dadnimadiisa ayuu muujinayaa. Madaxweyne Muuse wuxuu si qawan ula dagaalamay dawladdi dhistay ee uu galwadeenka ka ahaa saaxiibkii Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo aan aniguna ka mid kahay waxa hubaala kulmiye waxa lagu doortay barnaamij siyaasi ah waxqabadkiisi hore ee xukuumadiisaas وأشا في عقادي وحكالون لغو دورتي برنامج عصب أول لباد ومدحنات كالبادنا كل مية دادك أيو كيبي هدي دولت دي كل مية هاي دولت أم بابولارا أن سمعاد لهاين أو أمدو ككالسوني قادتي أو نعضي لما دورتين كل مية موسى بيح مدحنا واها حقيق دو واسلاس وايو لما دحس بيه معارض كوحا أنو كقد وانين أنكو أنا جو حنا لقى حسابيني محاق قب كل مية محوق قبتي تضوضي سام يمحوق قبنا دوانا يجا أنا وح لقى حسابيني ودتك لقى هو ده أول ريال هذي محوق قبنا دوانا وضني يوعي حساب أرجع يا محاق كل مية سوق قبتي يجا اللي بوي ديني أو أهيتها قد بحياش كوج أن قادني لا بده هو جامي هكلا دوانا دي حسي أشي حسب جوا حسب جيوم مبادئ دي شنو واسكو مي ماركي دورشاد انو كبخناي وحم مدحوينه موسى يس امام الكيس او دقمه نولا دقمه وحن كو وريجيني دول يد دلميديسن يد دولت حبيسن او حين وريجين شي ولي با قرن يحي او وزارتي شقينيان او دخلجي سوده او شقاله حال شي حال بال مشهره ان 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 اما حكومه قرين راشن كعيدمده راش اما احنا لا غلهي واخ وليبا سيدوديين قالين يا ورقد وليبا يسول سارين ايانا مدحوينا كوريج اسكو دولتنا وا اسكو كل حزبنا وانا وحا بلاابنتي مدة دهر ولبا سنه حلكي اي واخ كا قبل لهايين يهيميلدي لو نلو دورتي
waxay ku mashquuleen caydii iyo xantii iyo xasaradii iyo ximintii xukuumaddayadii hore. Mar qura hadalna lagama maqal. Ma ahayn macnaheedu inaanu baqaynay, macnaheedu ma ahayn inaanu bilaa damiir nahay, laakiin waxaanu sabir iyo dulqaad iyo waayeelnimo ayaanwaan ka waaya aragsanayn iyaga, waayo dowlad baanu soo marray, dhibta dowladnimadu leeday baanu garanaynay, iyagoo dee rag layl cusuba bay ahaayeen. Marka runtii raggaas xukuumaddaa ku jiray habla iyo ragba waxaan ka markhaati kacayaa inay dhexda marada ku xidheen guure iyo gabal carowba ay u shaqeeyeen xisbiga kulmiyeysu u guulaysan lahaa. La-aantoodna waxaa runa qoori fagaaray ka warsheekootaaye inaanay muxuu ahaa xisbiga kulmiye aanu madaxnimo ku guulaystiin. Hoggaamiyaha aanu wadnay iyo haldoorka ku xeeran 10 saac bay seexan jireen. Ragga iyo hablaha xisbiga xukuumadda siilaanyo ka midka ahaana labada habeennimay seexan jireen, 5 way isu shaqatay jireen salaada subax markay tukadeen. Waxay muujinaysaa walwalka iyo walbahaarka iyo mas-uuliyadda iyo culayskana saaraan. Cidda culaysku saaraa iyo assignmentka adagi annaka yahay. Waanu ka walwal badnayn musharax iyo raggii la joogay. Raggaygii caynka ahaa iyo hablaha iyagii waxaana lagu abaalguday xan iyo ximin iyo xasarad. Dalkii bay boobeen, waxbay dhaceen, waxbay qaseen. War hadda haddii wax la qasay ama haddii laynala xisaabtamo laynoo fiirsado wixii waxa soo bixi doontaa waxaynu ku loolanay wixii qaranka una inay ahayd in lagu eedeeyo. Taasu baa soo baxaysa. Madaxweyne Muuse markuu musharaxa wuxuu odhan jiray road modelkaygu waa Axmed Siilaanyo maalintu kursiga ku fadhiistayna isagii raggiisii wejigaasa yeesheen. Wax kale ka odhan maayo anoo tiimkaygu hadlaya, hadda anigu iska hadli maayo, anoo ka hadlaya xukuumaddii aan ka midka ahaa dhammaanteed, waxaan leeyahay tacab Biden maantaba hadduu timiri caayaayo tolaan dheh raggii aan tiirka qabadsiiyey. Yaa taana intaa baan ka leeyahay. Raggii aanu dhisnay, hoggaamiyahaanu dhisnay iyo raggii dhismihiisii wax ku noqday waxaa nooga xan iyo xasarad wanaagsanaa iyo nooga xan iyo xasarad yaraa kuwii aan u arkayay inaanu dowladnimadii ku muquunin aanu gacanta ku hayn. Yaa nooga dareen iyo niyad wanaagsanaadi oo nooga xan iyo xasarad yaraaday. Waxba yaanu xeer ka imarin xoolana isiina xaashin in liban kaa xistiye. Xumihii waa yaa gabaygaa salaan carabi baa leh, kii horena waxaa leh Cali Jaamic Xabiir. Colaadinta iyo ciilqabku kuma ekaan intayadii xukuumaddii ka mid ahayde. Waxaa la colaadiyey madaxweyne Muuse iyo maamulkiisu waxay la dagaalameen taageerayaal badan oo xisbiga kulmiye ka mid ah oon xil xukuumaddaa hore ka hayn, deegaano badan oo laga soo doortay oo siiyey cod duufaan leh, ganacsato ku dhiig baxay ayaa lala dagaalamay oo maanta wada calacalaya. Beenaale markhaatigiisu fogeeyaa la wadoogi. Waxaa arrimahaasi ay ka dhabeeyeen hadalkii madaxweyne Muuse Biixi uu ka yidhi madasha haldoorkii doortay ee guusha soo hooyay isagoo aan 4 bixin lana gardaadin guushiisii halkuu uga mahad celin lahaa ku yidhi fartiina ayaa dhexda ka qaniini doontaa. Taas uun baa caddaatay. Ma aha waxaan ka hadlayaa dareen Maxamuud Xaashi ah, waa dareen reer kulmiya xogogaal baan ahay. Suuqaan maraa hadduu madaxweyne Muuse meel kaga xidhan yahay oo uu yahay maxbuus maamuus leh. Madaxweynuhu waa maxbuus maamuus leh, maamuusoo qudhoo madaxweyne oo dhanba. Anigu galab iyo habeen waxaan la fadhiistaa kuwii wax doortay, waan dhegaystaa deegaanadan marar tagaa,
مرر بدن باق خاطر آن وحنا کجوا بگویم حقیقت واسیله نکی قومان قارت الله سرای وایسکه یه یلک این قیمین کری وایه حال که او حکم وقت مدحون موسی امام الکیسونه کوگل در رستن حس بگید دور تینه ایسکو حیان اسلام مرکان ای کوگل در رستن دور شدی مرکای دماتی هاری یا باغی یا قیب سنکی امت سومالیلند کویمی و حواش بکوه اینه دویان و اوریان آه حنت که دور شده بیان لگم سوین عبدالرحمن عیرای فایسر حالا گه سوگی مدحون موس قرن کی قیب سمای مان تا اصد حسن و دور شدی که لگو سر داوده هی سیدی بو قیب سین حنا یه این لیسی سو چید حال کن عده گولی ستاره بلك حسب حبادي سباق يبصر مانت حسب ككل مية، بركان نك حسب جيس هجامين كريواي إسكو هين كريواي قرن نسبة كيني كرو، تاسو بعداتي. إنت عمر كان كسو أوريو، عن شعلين دور رأي وكلا حسو، ما ندويتو وحا الشرحي. محمد إبراهيم نكاليا قبيتي ري وحبك كفوغان مايو مرة وإنان هذا البدن كقلو وهي شركة قيمينتي سان موشي يعني ساسان واركي إسنو صوت تابطي وحان شيقي صوت تابطي وعدي يوم مرخاتب مرخاتا ودعي وحان مغلي الرقلي وإسك عياري يقبو المشرح رسمي معي وحن لايح رقو سيكاستا هاي سو هايو هاي سو حقو لكن إنو آد سوكو طلحتاقو ماها يا قولوا ولو اعدلوا ولو على أنفسكم بيلايين عدالة سما يحتا إذنك هداقو في السقبتان مركا ويسكعي نيوينو سياسية وحن لي وشالي كوي سوها القمية تاريخ وين كولي قرنك يحس بك كل ميابا إن حاجة دي سلقو سوريا كل ويسك عياري نك العقدي ستي اتشاقة كياني وراقي سيوتي عرنت هسوا حوية عمل كدع عمل كدع ويان وانا عرمها الله يسطورين وانا 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 حكم وقت تون وهو جام الحمو طاين تحسن كورني وعكلا او يدنا عن اركيا كراس دي كلو عن عدنا الغلا ترتمين ملعونك حجينكي والله لا ترتمي من كلا ترتمي يا شل جودي كقابن قابضو أحمد مومي سيدنا واحد كل ريابين شن تي سنة إنه نبوحين وزير كجناسجة ساتش إنه واحد إلى ذي نبوحي دوا واب وي ويس ويس كقاونت أو ويس كقاونت واحد نكاد ذي نقول واحد نكاد ذي مرخاتيب وياه لا لا لاس أريمه نكاد ذي إيجنا سلا تاقبو وزير كجناسجة حشمت بيجا مدن ياي كو حد جود بمايو احترام بيجا مدن ياي وانين وين وقيمة له لكن وحكا هذا يا حقال وحانه واقيم الشهادة لله خاتيق إلهي درتي فر بالي انت من أجهي بان فريا سير في دارنا وانا كما وقت فوجا وزير كجناسجة ساتش إنه مو مسي كان سوكو ودك إمارات كعرب تأيان وتجني النجو وفتية قدوم مدحوينه لو أن نقول شري مصبيح سوكو مركب قدومية مشرحنا وحنو تجني سليمان أحمد قوليت قدومية كام عدا عمود أو بنو تجني قلين كبحي وديل نورير بوربا من وذا قديني وكتشر ساتشن ساتشن هل كاسان وكسوها نونين وكسوها كل بيين مالتا أنا يوم مصبيح أو إسوع بنشان قالي ولي بقى أنا كوني لي وردات تام وحكد دوني سنة كالي تقدم بهذا الحكد دوني كالي نون على الشقة وما أنت غير بوري يمشي شق العدة تبريل يونس نلتشبي يا كل مية كم غني ساسي وسنة يوجدن بي سيدي بكو صار ضافي كويمي بلن كيف وليه كل مية لشقي مركا
dadkaasina waxaas waxay wada muujinayaan wax uun dee la iska cantatabanayo muxuu ahaa wax walbana waa la isog yahay dee cidina isma qaldi karto ma garanayo madaxweyne ku-xigeenkana dee kursigiisa ilaw meeshuba wax iska ahayd madal iska aroosehe waxaa wixii iskiisa loo taarget gareeyeyna ku-xigeen hadduu doonayo ragga kalena dee ku-xigeenka uuba banayn doonaa waa isaga banaanaan doontaa wuxuu ka laalaada un waa hoggaanka weliba meesha afraadu ka joogo waxaanuun isyidhi war isna talow boqoladiinii lala dagaalamayo dowladdii hore ila isna taasuu ku jirayey sayil cilama halkaasaa lagu maagay baan isidhi waxaan ku ururinayaa waan leeyahay taageerayaasha xisbiga kulmiye waxaan leeyahay fariintan halkan uga gudbinaya waxa weeye haniyad jabina waxaynu gelaynaa dagaal adag oo aynu dib ugu soo celinayno xisbigeeni tubtii saxda ahayd aynu ugu soo celinayno waxaan ku soo ururinayaa madaxweyne Muuse waxaan leeyahay ismaroorinta iyo ismacaashiinta ka muuqata ma noqon doonto mid aad mahadiso mustaqbalka balse aynu dhowro halka uu ku dhammaado awrkaa buubaalkeed hoggaankiisa haysa aad iyo aad ba u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh